زي العسل حتى في الغياب، نرفض نشوفها إلا مبتسمة، عاشقة، حالمة ومتواضعة. حتى في يوم رحيلها رفضت البكاء والدموع، فلا يليق بالأسطورة إلا الزغاريد ونثر الورود. وين هالدبيكي وين؟ رحلت الشحرورة اخذ معها شي من ذاكرتنا، وتاركة معنا ابتسامة ما بتنرسم إلا لما نذكر صباح. ما أسرع الشوق وما أقصر المسافة بين الوداع واللقاء، وكل ما بشق الفجر بتطل منتذكر وبتبقى. اليوم غيمة حزن ووداع، بس بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد. صباح الخير. غابت الأسطورة وبقي شي من السحر يلي ما بيفل. مع صباح انكتبت حكايات وقصص عشاء، زرعت مواسم عز بقلعة بعلبك وتركت إرث كبير بالمسرح والسينما. بكل أغنية مشوار من سيرة فنانة تخطت الألم بالصبر والإيمان، ونشرت بقلوب الناس تفاؤل وفرح. مع صباح غنينا عالضيعة وعالندة وعالبساطة، ومع حبينا لبنان بالقوف والميجنة وتعالى وتتعمر يا دار. بأغنية ساعات ساعات بكينا، وأخذتنا الضحكة بقلوب بيروت وقمتنا نلعب باصرة وجيب المجوز يا عبود. ويا ريت فينا ندندن كل الأغاني، ومع صباح منردد وصية: عيش اليوم وحب اليوم، اليوم بإيدك بكرة بعيد. زمن الحب الجمال الأناقة والرقي، انتهى آخر فصل من حكاية ألف ليلة وليلة. ما بعد الشحرورة صباح رح تتبدد الأحلام ورح ينطفي سحر الليالي، لكن الأسطورة ما بتخلق لتموت، إنما بتنسحب من بعد ما تتأكد من رسوخها بكل نفس وبكل جيل وبذاكرة الوطن. من الولادة حتى الوفاة أعطت صباح نفسها لجمهورها حتى آخر رمق، بقيت مزينة الساحات والشاشات والمسارح حتى النفس الأخير، وبقيت مخلصة لكل نفس استمدت منها ومن صوتها الفرح الطمأنينة والأمل والجمال. بعد رحيل الشحرورة صباح ولنستعيد سيرة حياة أسطورة حققت ثورة بمشوارها الفني، صورة واحدة بتتكرر أمامنا، صورة مناقضة لثقافة الموت، صورة مفعمة بالحياة. عني بيظهر العني واللي حبيته سبع سنين بيمرق ما بيسأل عني. عني يا من جيرا عني عني بيظهر العني واللي حبيته سبع سنين بيمرق ما بيسأل عني. الشحرورة صباح هي جنات فغالي اللي ولدت بعشرة أكتوبر من العام 1927 ببلدة بدادون قرب منطقة وادي شحرور، وهي المولودة الثالثة من أسرة جرجس فغالي بعد جوليات ولميا. تلقت دروسها بمدرسة اليسوعية ببيروت، فكانت تمثل وتغني بالحفلات المدرسية، وكانت مولعة بالغناء والرقص والتمثيل. بداياتها الفنية كانت بلبنان، فتميزت بشهرتها المحلية حتى استطاعت لفت انتباه المنتج المصري اللبناني الأصل آسيا داغر، فذهبت إلى مصر برفقة والدها ووالدتها، وكلف الملحن رياض الصنباطي بتدريبها فنيا. ومن وقتها اختفى اسم جنات الشحرورة وحل مكانه اسم صباح بأول فيلم إلى لقلبي له واحد. تعرف إن حكايتك دي أثرت فيها خالص زمان زي الرواية اللي بقراها. رواية ايه؟ روميو وجولييت؟ لا، البؤساء. بؤساء؟ ما خلاص دلوقتي ما فيش بؤساء ابدا، مش ممكن حد يكون بائس طول ما انت موجودة. طيب كل يا اخي دلوقتي. خلاص شبعت، الله يعمر بيتك. لو كنت عرفتك من زمان. انت كنت فين؟ في المنصورة. المنصورة؟ يا بخت المنصورة. من البداية استطاعت صباح ان تقرب اللهجة اللبنانية للقلوب، فكان صوتها يتجلى على حقيقته بالأغاني اللبنانية والمواويل الجبلية.
وهيك استطاعت الشحرورة صباح أن تأسس العلاقة ما بين الفن المصري واللبناني، فارتفعت أسهمها بمصر ولبنان وأصبحت فتاة أحلام الشباب، وتوالت بطولاتها السينمائية حتى بلغت 85 فيلم مع كبار الممثلين من بين رشدي أباظة ومحمد فوزي وفريد الأطرش. الحب ده ايه انا ما اعرفش، وابني هو اللي وما دام على بعدك ما اقدرش. قول لي ناويت ايه. كونت صباح مجموعة مواهب، فكانت مصرية بالحلو لا تقلن قوي، ريفية لبنانية بجيب المجوز يا عبود، شعبوية بعالبساطة البساطة، وطنية بيا لبنان دخل ترابك. عرفت بإتقانها لأداء الأغنية التراثية اللبنانية والمواويل من أبو الزلف والميجنة والعتابة. غنت الشحرورة لعمالقة العالم العربي من بين عبد الوهاب وبليغ حمدي، الأخوين رحباني وزكي نصيف وملحم بركات وتوفيق الباشا، برصيدة 3500 أغنية. قدمت صباح عشرات المهرجانات والمسرحيات ضمن مهرجانات بعلبك وبيت الدين وجبيل وغيرها، من بين موسم العز، دولي بالهوى، شهر العسل، ست الكل، وآخر مسرحيات حملت عنوان كنز الأسطورة. تعتبر صباح أول فنانة عربية غنت على مسرح الأولمبيا بباريس، كذلك وقفت على مسارح عالمية معروفة من بين دار الأوبرا بسيدني، قصر الفنون ببلجيكا، ومسارح لاس فيغاس وغيرها. ألقاب الأسطورة صباح حديدي وأعمال لا تحصى ولا تعد، شهرتها تجاوزت العالم العربي، فمنحت وسام الأرز الوطني بعهد رئيس الجمهورية اللبنانية شعر الحلو، كما أطلق اسمها على ساحة بلدة وادي شحرور. نالت 3 أوسمة تكريمية من ملك الأردن الراحل حسين بن طلال، ومنحت إلها الجنسية المصرية تكريما إلها من الرئيس أنور السادات، وفازت أكثر من 5 مرات على التوالي بلقب أحب فنان لقلوب الجماهير بمصر، كما كرم الرئيس التونسي الحبيب بوركيبة. دقم خصمك ما بتكلمش، مش راح أصالحك ما تفكرش، لا لا ما بكلمش دقم خصمك. حياتها الخاصة والعاطفية فكانت متقلبة، إذ تزوجت 7 مرات، وهن نجيب شماس وهو والد ابنها الدكتور صباح شماس، أنور منسي وهو عازف كمان مصري وهو والد ابنتها هويدا، أحمد فراج إعلامي مصري، الفنان رشدي أباظة، النائب يوسف حمود، الفنان وسيم طبارة، والفنان فادي لبنان. عرفت صباح بحياتها المجد والسعادة بقابلها أوقات صعبة وأحبطات وأحزان، ولكن عرفت دائما كيف تحول الأوقات الصعبة والحزينة إلى سعادة، وأن تعكسها لجمهورها اللبناني والعربي اللي عشقها وأحبها. صباح يلي تمتعت دائما بأناقة لافتة، اتمتعت أيضا بشباب دائم، وما عرفت الشيخوخة أبدا، رحلت اليوم بهدوء حتى تبقى بذاكرة اللبنانيين والعرب صورة مشرقة ومتجددة، تماما مثل الصورة اللي منشاهدها عن بداية كل نهار جديد ومع إشراقة كل صباح. فظيعة وما بتموت.
شهادات حية لأولاد تم التخلي عنهم بأيام الحرب اللبنانية ليسافروا إلى الخارج، بالإضافة لشهادات حية عن التعديات الجنسية، كلها اجتمعت بعمل بعنوان وهي طارت، عرض إنساني بقالب فني جمع رجال نساء كلهم تركوا لبنان أطفال ليرجعوا إلى أرضهم بحثا عن جذورهم. تفاصيل أكثر عن هالعرض من تنظيم جمعية بدائل منتابعه سوا. وزاد عليها آخر فصل، وكيف صار يتيم، وشو بتقول عنه الأديان، وبيضل خيفين إنه رفقاته ما يصدقوها وما بده يعيطوله. لا قيط لا قيط حتى ما ينتحر. وبعدين يا مروان وآخرتها انتحر. بيحكي قاسي موسيقى مؤلمة، جسد عم يتمايل على الأرض، قمصان عم تنشلح مثل ما انسلخوا هني عن أهلهم، مين أمي ومين بيي. وبلش العرض، هي طارت مشوار نحو الهوية الضايعة وأم مجهولة وحكايات مشوهة، بإطار مشروع لجمعية بدائل من أجل الحق بالجذور. كل واحد فينا اختبر انه يكون مسلوخ عن هويته، ما بعرف قديش نحن كمان مرتبطين بهويتنا، فقصتهم قصتنا وحكايتهم حكايتنا. فأنا اليوم كتير مبسوط انه عم جسد قصتي على المسرح، ولازم نحكي يعني. كهربا وبروس، طلبت مني ديدا انه كان في هيدا المشروع، وانا بالنسبه لي البيت تبع المشروع كتير مهم. I'm talking about my kid, the choice that I made to keep my kid even though his her father didn't want to keep her or see her at all. لما حطوني بالدار كله كان ماشي، بلا معنى بلا نكهة بس ماشي، كنت جوع بس عايش، كنت خاف بس اتنفس، كنت غمض عيوني لنام بس شوف كوابيس. ولما صار عمري 9 سنين نقلوني على قسم جديد واسمه السعادة. السعادة. دانيال درينن، ديدا جيغانت، جين سيباستيان برتران، طارق الملاح، شهادات خرجت من العتمة إلى خشبة المسرح. أكيد عرض رائع جدا ومؤثر جدا، وبنشكرهم على هالجهد اللي عملوه، وأكيد كان في أحاسيس داخلية حقيقية نابعة من القلب. تحس العرض حقيقي ومعبر، ويعني كل الجو مفترض يحفزنا على هالموضوع. وكنت بتمنى فعلا يا ريت كل هالمسؤولين السياسيين بيحضروا كانت هالمسرحية هاي وبيشوفوا قد ايه أهميتها. كتير حبيت وكتير إيموفان هيك. حسيت إنه الدم اللي سايح من جسم أمي بيشبه الشوكولا اللي عم بيسوح بتمي. 3 سنين كان عمري وصرت اهرب تلاقيها، وكل مرة ارجع بليها، امرق عند الدكانجي واسرق شوكولا واكل شوكولا. دم امي شوكولا. دم وشوكولا. ويوم واحد قال لي حاج تاكل يا بطابوف. ساخرة كانت منى سعيدون بدور الراوي الى حد الوحشية، نقلت بقراءاتها وجع 40,000 طفل بالحرب صاروا بعيد عن أهلهم. منى 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 سعيدون، يعني أنا بالنسبة إلي يعني الجوهرة لازم ترجع تشع على خشبة المسرح. كسرت شوي جو الكئيب الراوي بشخصية فيها ضحك، يعني ما بدي أقول كوميك لأنه ما كان كوميك، الموضوع تراجيديا كبيرة. بفتكر الطريقة اللي قدمت فيها، يعني اللي سردت فيها القصة، يعني استعمل
عملت هيك السخرية اللي بتوجع أكثر من الحقيقة. كان المقصود بالسخرية يحسسونا الناس شو بيفكروا بالموضوع، بس مسرحية رائعة كتير حلوة. الشباب كلهم كانوا رائعين، الإكيب العمل كله روعة. Thank you لمترو المدينة، منى سعيدون روعة روعة روعة. منى À Saint-Jean, elle m'a dit les marées. طارت نصوص شعر موسيقى حي، قصص بتروي حكاية عن البحث الدائم عن الهوية والعائلة الضائعة والأم الحضن. هي طارت مساحة للبحث عن الجذور وطريق للملمة شظايا الحرب. الشغل الحلو المضمون، يعني مع أنه كان شكله هيك خفيف ولطيف، بس بيوجع بيوجع كتير. ما بيخلي أنواع كتير على مواضيع بمجتمعنا كتير حساسة، بس كتير قوي، شيء كتير قوي. حبيته، يعني أكيد فيه emotions، كان فيه نكهة من كل شيء. حبينا العمل كتير، كان فني ومؤثر ووصلتنا رسالة كتير رائعة. يعني كتير تأثرت ودمعت صراحة ببعض القصص، مع أنه كان فيه ضحك يعني بالهيدا، بس كتير حبيت. كتير حلو كان ومؤثر جدا، وكتير حلوة الشغل عم تشتغله جمعية بدائل، كتير حلوة. لح أبدأ معكم أعرف بالأشخاص اللي ساهموا بقلبهم وبروحهم بوهي طارت. لح بلش بالأصغر سنا، مش لأنه ابني بس إنه واسطة شوي. جات شامي على البيانو. Saint-Jean, elle m'a dit les marées, les lumières.